كده 10 جنيه يا باشا. انت كده اول مره تركبي مشوارك كده 10 جنيه مش عاجب حضرتك اتفضلي انزلي. التوك توك دلوقتي تقريبا اي واحد عنده وظيفة في شركة لها دخل خفيف ممكن يسيب الوظيفة ديت وبيقول أنا أفضل إن أنا أشتغل في توك توك يجيب لي دخل كريم يعيشني. في ظل غياب رقابة الدولة الفاعلة على هذا الشأن وعدم وجود رؤية للمستقبل تسبب في مشكلة كبرى إن الصبيان الصناعية اللي هم بيبشروا مهنة بلية ده بتاع اختفى. اشتغلت في كل حتة ومش لاقي شغل. أنا أصلا فرن يعني فرن فرنجي. بنقول يا رب احسن ما نشتغل بالحلال احسن ما نمد ايدينا لحد دلوقتي حاجه ساعات بروح ب 50 ب 70 على حسب سير ربنا. انا صنايعي جزار اصلا فسيبت الشغل وشغال على توك. شرب مخدرات فيه في ناس بتبيع مخدرات بالتوك توك في ناس تطلع تسرق فيه. ماشي انا وواحد صاحبي رايحين نركب من الموقف اللي هنا ففي توك توك كان واقف على جنب فاتنين مره واحده نزلوا من التوك توك واحد معاه مطوه مسكني كده بيقول لي لو اتكلمت اعورك. مرة واحدة يعني نطش التليفون من جيبي بسرعة ويا دوبك في ثانية لقيته في جوه التوك توك اللي هو كان جاي فيه. واحد خد مني فلوسي خد بعضه وجري جريت وراه مسكته نفسه ضربته وهو كان طول يعني حاجة طول يعني بمعنى صح خربشني بضوافره رحت انا مخلبشه برضه في وشه بضوافره برضه. التكاتك ولا ليها ترخيص ولا ليها أي حاجة عشان نعرف نسيطر عليها. كلمة عنادية دي ممكن تكون على شخصيتي والفينش والحاجات اللي في المكان ده بحب المكان بتاعي ابن فنش. عايز يعني روشانة بروح على المكنة يعني عادي. والزبون برضو يعني حاجه برضو تكون انت قاعده مستريحه فيها برضو انا عشان احب القعده فيها ما ملش بس يعني. طب مفيش حاجه تبعك يا محمد مفيش حد تبعك يا محمد يابا انا هنمشي مؤهلي بكليه هندسه مرايه بجوده. توك توك دوت انا شغال عليه بتاع واحده عندها 4 عيال وانا بعونها وبعون نفسي. توك توك ده يعتبر الملاكي بتاع الغلبان. المفروض ان وزاره الصناعه ادت للتكاتك دي تصريح انها تتجمع. اول حاجه لازم تكون حصره على الاعداد اللي بتتجمع قد ايه انها بتجيب الهند مفكوكه وبتتجمع. لازم مفروض ان احنا نعمل رقم للشاسيه التوك توك يبقى لازم في رقم للشاسيه ورقم للموتور ولازم التكاتك دي كلها تسجل. لما هم مش عايزين التكاتك من الاول نزلوها ليه مصر؟ مصلحه ليهم ان التكاتك ترخص ان هو لو اخد 500 جنيه كل سنه فوائد من التوك توك هيبقى مصلحه للبلد. مفيش ترخيص يا فندم يفتحوا لنا ترخيص يقولوا بس يا ترخيص وانا اول واحد اروح اخبط على الباب واقول لهم انا موجود رخصوا لي عشان انا تعبان نفسي امشي سليم زي بقيه الناس.
مش عايز اشوف امين شرطه اجري منه. الحكومه كان ليها دور في التغاضي عن علاج هذه المشكله او وقفها من بدايتها. هيئه مفوضي الدوله طلبت الحكومه انها تلغي تراخيص التوك توك دي. التوك توك لو ترخص اولا هيدخل ضرائب واحنا في ظل اقتصاد يعني متعافي وليه موارد منصوص عليها في التشريع. هيدفع ضرائب وهيدفع رسوم وهيدفع فحص فني. انما التوك توك عشان يقف يبقى البيت وقف. الظاهره دي ظاهره تسيء لمصر وتسيء للوجه الحضاري اللي احنا بننشده لبلدنا ولا بد من الغاءه تماما. طالب زي ما انت عايز، وجهه نظرك زي ما انت عايز، رؤيتك زي ما انت عايز، تطالب بتعديل تشريع، ولكن الى ان يتم هذا التعديل التشريعي ارجوك اوعى تغلط وتطالب بايقاف تنفيذ القانون. لا تقدر تمنع استيراده ولا تقدر تمنع ترخيصه، والتزم لو سمحت باحكام القانون. ناحيه مضايقني فمضايقني، بس هو بياكلوا عيش هيعملوا ايه؟ بيقفلوا علينا ويطلع من هنا، يروح واقف قدام مني ويتكلم ويروح منزل يمسك فيا، وكون انا قد ابوه يمسك فيا. كلهم صوابع، كلهم مسجلين خطر. معنى ان انا ارخصه معنى ان هو هيطلع في اي حته، هيبقى براحته. طب اذا كان هو في الشعبيات ومبادل الدنيا، ما لا يطلع بره الا يحسب. لو التوك توك اتاخد لا ما يقدرش حد ياخده مني كده، ياخد رقبته. دي قنبله موقوته، مش قنبله موقوته، دي قنبله متفجره في كل لحظه من اللحظات. هو لو شجع اخويا انا واقف معاكم دلوقتي، لو جه هيعملني بالوش ليه ما تعرفيش؟ بنتدارى في حوار الدنيا دي احنا، بنبكي كتير وشفنا كتير عذاب. يا ترخصوه يا تمنعوه، يا تشوفوا لنا شغل ناكله عيش منه. لا احسن احنا كده تعبانين. حضرتك شايفه ايه التكاتك جايه اهي عماله تقول لي لف لف ليه؟ عشان الظابط واقف قدام، عشان اول ما اخش عليها ياخدني وهيقل ادبه عليا ويلي 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 ويلي، وانا طبعا ما ينفعش افتح بقي. ليه؟ عشان ماشي غلط. ماشي غلط ليه؟ هم اللي ماشيننا غلط. يا دوبلر مرمي في الكواليس. كل يوم بصحى الصبح وانا بتقطع من جوايا، بس اعمل ايه؟ اقعد في البيت؟ وانت يا دنيا مش فاكر. راجل خاطب عايز اتجوز، حرام اتجوز؟ حرام اتجوز يا حكومه؟ كل ما اجي افرح حبه دايما بتعذبيني. انا ان شاء الله رب العالمين على التوك توك ده على فرحي هكون عامل زف التوك توك، بس اكون مظبطه. لو لعبت يا زهر واتبدلت لحوال وركبت اول موجه في سكه الاموال. التوك توك مصدر رزق غير مقنن، غير منظم، في ناس خارج عن القانون هتستغل هذه الثغره. يترخص زي الموتوسيكل من غير مؤسسة، من غير ضريبة، من غير تأمينات. حاليا مش مرخص، بس أنا نفسي أرخص. كان عليا عايز أرخص مكانتي، ممكن أروح أصرف لي 2000 3000. الضرائب والرسوم مقررة وفقا للقانون حوالي 500 جنيه، ما تزيدش عن كده. لكن في تبرعات بتصدر بقرارات من السادة المحافظين، تبرع للمحافظة. بعض السادة المحافظين بيعتبروا حق له. التوك توك لازم ينحل مشكلته، لازم الأجرة تتوحد بناء على ترخيص من مجلس المدينة أو مجلس محلي أو المرور. الفئة العمرية اللي بتركب التوك توك فئات أقل من 18 سنة، أطفال، فما نقدرش نحاسبها. أنا شغال في الأواف ترخيص خطبة، والعيشة صعبة. بشتغل على توك توك مرة، اشتغل على عربية مرة، اشتغل في الأرض مرة. بنت اتعرضت لعملية خطف موبايل قدام البيت الساعة 9 يوم 20/1. مين الضحية في القصص دي كلها؟ المواطن الغلبان. محافظ انا بقول وعلى الهواء مباشره مش عايز يحل. معذره بعض الساده المحافظين اعتقد خطا ان له يد في الترخيص، والساده مسؤولين المرور مشوا على كلام المحافظين. هذا خطا وذاك خطا. دي مركبه من النقل السريع، من مركبات النقل السريع. فالتوك توك يتم ترخيصه وفقا لقانون المرور باعتباره مركبه من مركبات النقل السريع في المرور، قسم المرور مختص. لو نعد ايه اللي ترخص مركبات من السنه اللي فاتت، نقول 50 100 200، انا عندي فوق ال 30,000 توك توك دام ماشيين في فوز. ما احنا كده ما بنحلش. يا لهوي من دلقتك يا الدنيا فن متظبطه والشباب بيفش وتجاي صح صح له.
كانت مدينة السنبلاوين هي اللي نزلت التوك توك على مستوى الجمهورية، هي اللي بدأت في مشروع التوك توك. طبعا سألته ايه الدولة الأكبر مبيعات لك في تصدير مصر؟ ليه أنا أخلي واحد في مصر هو اللي يصور التوك توك؟ ليه توك توك ثمنه 1500 دولار يتباع مثلا ب 35,000 جنيه؟ ده هو ده لو اتعمل في مصر ما يتكلفش 10,000 جنيه. بالظبط بألفاظ مش حلوة. ليه ألفاظ؟ أنا أمي زي أمك، وأنا راجل متعلم وراجل صنايعي وراجل بشتغل وراجل توك توك أهو. أسرع حضرتك أكتب شيكات على نفسي عشان أربي ولادي. بنروح نجدد نلتاع لهم خلف 2003 ماشي، نبقى ماشيين في أمانة الله برضو بياخدونا. فلما أقول حطه في الحضانة، هذا الإجراء خاطئ. عليك أيها المسؤول أن تتحمل كافة المصاريف اللي هي بتقول عليها مصاريف الحضانة اللي بنيت على قرارك الخاطئ اللي بيخالف صحيح القانون. أي حد بأي سن بأي وضع بيسوق التوك توك سن لسه صغير، ما نعمل ايه؟ اقول له اعمل ايه وانا اعمل اسرق؟ انا ما اسرقش، انا عندي امشي اجيب الجنيه احسن ما اسرق. عليها عايزين نسيطر على الاعداد الفعليه وما تزيدش عن كده اطلاقا، يعني حتى يبقى في تجريم للي بيجمع التوك توك ده فينا بقى. مش موقوف استيراد ولا حاجه، ما يقدرش يوقفه دلوقتي النهارده عشان توقف التوك توك ده وتقول انا هلغيه مثلا من الصبح، لا مستحيل. ده انت هتعمل كارثه في البلد ما حدش هيعلم مداها. يعني انا النهارده نقدر نقنن المستورد عايز مش عايز او عايزه تمشي كده بدون رقابه او عشان ما تدفعش ضرائب. ارجعوا قولي احذر مني بقى، تعالى لسه احذر مني بقى، والكعبه تفتك والنسوان بتطلب يا اللي انت غاوي صحابه. خد العصير رمضان كده صاحب، مش كل واحد ضحك لك وعك تعمله الصاحب. ده تكاتك نازل لي مليون توك توك في البلد، هي البلد نكسه زحمه اصلا، وسواقيك ومنتهى قله الادب والسفاله. انت ليه بتتكلم مع العيل؟ العيل لابس له برموده والبنت بتكون في سن 18 سنه و19 سنه ومنتهى السفاله وقله الادب. العربيه تبلها ب 250 و 300 جنيه، ده اكنها التكاتك. سواق التوك توك بقول لك مطرح ما تنكت راسك انكت رجليك. خطفوا شنطه من واحد كسروها، اقسم بالله خدت ثلاث شهور في الجبس. واحدة تاني برضه ضربوها كسرنا العمود الفقري. ده ارمان كلها عشوائية والله، حضرتك عيال صغير اطفال. في ناس بيع اراضي كده عشان خاطر تجيب تكاتك عشان تستلزم منها. عارف تمن التكاتك ده كام عشان اقول لك بالتسعيره بمزاجهم؟ انت عارف تمنه كام دلوقتي؟ 37,000 جنيه. عارف اسوح يا الدنيا مخالفه. المره الاولانيه قالوا المحافظين، بعض السادة المحافظين قال على جثتي لو رخص رغم ان القانون بيلزم. طرحت على الوزير احمد زكي بدر لما كان وزير التنميه المحليه، بعت صوره لمحافظ الاسكندريه السابق، قلت له يا ريت نميز كل حي شعبي بلون عشان نبقى عارفين، وان التوك توك مثلا الازرق المنتزه، مثلا الاصفر الرمل. انا اقضي على فوضى المسؤولين اللي هي عدم الموافقه على الترخيص، لان القانون يلزم بالترخيص. الفوضى ليست في جانب واحد، الفوضى في جانبين، قائد التوك توك او مالك التوك توك والمسؤول اللي بيرفض الترخيص وفقا لصحيح القانون. ده تحقيق عن دويلة التوك توك في مصر او امبراطورية التوك توك في مصر. زي ما قلت لكم في اتهامات بتوجه للتوك توك انه اصبح اداة للجريمة، وان التصقت به في السنوات الاخيرة